دخلتك ما تطمنش يا حمدي، ولا يعني لازم تخرجني من المود اللي انا فيه. في ايه؟ عصام عبد الفتاح قدر يوصل للمحامي اللي اسمه فطين، تقريبا سعاده الباشا اداله اوراق مهمه. تقريبا يعني ايه؟ والكلاب دول اللي قالوا لي وصلنا له كانوا بيعملوا ايه؟ ما هم فعلا وصلوا له باشا، بس للاسف. بس ايه؟ بس ايه يا حمدي؟ المحامي الزفت ده ما مسكوهوش ليه؟ للاسف قدر يهرب، وعصام كمان قدر يهرب منهم وساب الشقه اللي كان فيها واختفى، ومش عارفين اختفى فين. المصايب بتبان على وشك. طقم الحراسه الزباله دول تمشيهم قبل بكره الصبح. اوامر سعادتك يا صفوان باشا. حاضر. كلم ميشو يخلص موضوع المحامي الزفت ده الليله قبل بكره الصبح. حاضر سعادة الباشا. حمدي. نعم. ايه دي؟ سوري يا باشا، اصلي نزلت من البيت مستعجل وكنت متاخر. اخرج واحلقها حالا. حاضر سعادة الباشا. حاضر. بالعش عصفورة صغيرة أبوها وأمها سايبينها، راحوا يجروا على رزقهم ويجيبوا كام لقمة تاكلها. دخلت عليها المغربية ولا رجعوش، لقيت عليهم أصلهم ما بيتأخروش. قالت ربنا يستر، ده العالم مليان وحوش. في العش عصفورة صغيرة أبوها وأمها سايبينها، راحوا يجروا على رزقهم ويجيبوا كام لقمة تاكلها. الله يا جد فتحي، برافو، تستاهل سقفة كبيرة أوي. سقفة كبيرة أوي بس. وبص يا عم كمان أهي. ده أنت اللي تستاهلي 100 بوسة على الصوت الحلو ده. ما انا هغني في المدرسة، لازم بقى تيجي تتفرج عليا. طبعا، امال مين اللي هيجي يسقف لك ويشجعك؟ خلاص، انا هبقى اقول لجده لما يخرج من المستشفى، وانت بقى تبقى تيجي معايا. اوكي؟ اوكي. الله 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 الله، مساء الفل على الناس الحلوة. انتوا الظاهر انكم بقيتوا اصحاب على الاخر. نور دي ما يتشبعش منها خالص. طمنيني يا دودو، جده عمل ايه دلوقتي؟ وهيخرج امتى بقى؟ جده بقى كويس جدا يا حبيبتي، وان شاء الله هيقعد عندنا في المستشفى كده يومين ويخرج على طول. ده حتى بيسلم عليك سلام كبير قد كده اهو. قولي لي بقى، اكلتي ولا لا؟ اكلت مع جده فتحي. والله يا بنتي هي اللي فتحت نفسي على الاكل. شطوره. امال فين ميشو؟ من ساعه ما جينا وهو انتخ في الاوضه جوه، انا زهقت من القعده جوه، خرجت اتهوى شويه، لقيت جده فتحي. ما انتخ يا قرشانه. طيب ماشي، استنيني هنا لحد ما اجي لكم، عشان عندي مفاجأة لجده فتحي. ألف ألف مبروك يا قطر يا بنتي، وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بابا. شبهي الخالق الناطق قمر، مش كده يا عزوز؟ آه. ألف مبروك يا فطين يا ابني. الله يبارك فيك يا كداب. القمر العسل ده بقى فطين وهو صغير. اللهم صل على النبي. ايه ده يا اما، وانا كنت امور كده وانا صغير؟ امال ايه كنت؟ اللهم صل على النبي يا قمر. امال ايه اللي حصل؟ انا خدت عين ولا خدت على خاطر ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجه يا اخويا، ما انت زي القمر اهو. انا بقول البنوته نسميها شهر، ايه رايك يا قطر؟ احنا خلاص يا حماتي، الحمد لله اتفقنا على الاسماء، ومن بكره هروح اطلع لهم شهادات الميلاد. مش كده يا قطر؟ كده يا حبيبي. وان شاء الله هتسمي ايه بقى فطين يا ابني؟ الولد سنهوري والبنت براءة ان شاء الله. سنهوري وبراءة تاني؟ يا لهوي يا لهوي. الله يبارك فيك يا حماتي. انت خليت فيها حماتي؟ امسكي يا بت. اه، طالما بقى قلت امسكي يا بنت وقمت وهتشمري لي، يبقى هتتخانقي وليلتك طويله يا شقه. ايوه يا اخويا هتخانق، لا في سنوري ولا براءة. ايه رأيك يا فطين؟ بقول لك ايه يا شهر، انا مخنوق وتعبان ومليش نفس اتخانق، ما تتصرف عم عزوز. قدامي على البيت يا شهر. عزوز بلا عزوز بلا زفت، يلا قدامي بدل ما اجيب السكينة. لا يا اخويا همشي همشي. يلا الف مبروك يا اولاد. الله يبارك فيك يا رب عم عزوز، وشكر جدا. شفتني وانا بشخط فيها؟ اه عجبتني جدا، ناس ما بتجيش غير بالسك. عزوز. ايوه طيب
انا هدخل بقى يا جماعه علشان اريح شويه لان مش قادر اقف على رجلي. روح انت يا دنيا وسيب قطر معايا الليله دي برضو نفسه، وكمان عشان املي عيني بالعيال. ولو الواد سنهوري او البت براء عملوا اي شقاوه ابقوا ندعوا علي على طول. يا حمدي باشا. لا يا باشا انا كنت مريح بس شوية. ها؟ الليلة؟ ماشي يا باشا. ماشي. أول ما أخلص هكلمك. ادي البيضه وادي السلقه وادي الاكلها وادي شواها وادي القلب. بك 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 قوي اللعبه دي. تعالي هنا، انت ايه اللي خرجك من الاوضه؟ ما تخافش عليها يا ميشو، من ساعه ما خرجت وهي قاعده معايا يا ابني. لا مؤاخذه عم فتحي، دي امانه عندي لحد ما جدها توفيق يخرج من المستشفى. ولا يهمك يا ابني. انت ايه اللي خرجك من الاوضه؟ احنا مش قلنا نسمع الكلام؟ ما انت كنت نايم، عايز نعمل لك ايه يعني في اوضتك اللي مش مترتبه دي؟ كنت تنام. وانام ازاي وانت مبرطح على السرير؟ انا مش بعرف انام غير في سريري لوحدي. طب يلا بقى خش نام، ولا مش عايزه تروح المدرسه؟ لا هروح، بس لسه ما جاليش نوم. ماشي، انا هنزل عشان عندي شغل. طب ما تنزل، حد حيشك؟ انا حيشك، دودو حيشك، جدو فتحي حيشك. خلاص يا ميشو انزل انت روح شغلك وما تقلقش عليها، وانا هوضب لها سريرك وحنين. ماشي ماشي. عم توفيق اعمل ايه؟ ان شاء الله هيبقى كويس. انا دفعت له دفعه تحت الحساب في المستشفى. عارف، ولو احتجت حاجه زياده هقول لك. يلا بقى روح انت شغلك وما تقلقش. تعبينك معانا يا دنيا. عد الجمايل بقى. ماشي يلا بينا بقى عشان نقول لجد فتحي على المفاجاه. مبروك يا حاج توحه. تبقى لقيتي شركه سياحه تطلعني الحج. ومش كده وبس، بالتقسيط المريح زي ما انت كنت عايز بالظبط. ربنا يبارك لها يا رب الست اسمع عشان ساعدتني. الف حمد وشكر ليك يا رب. مبروك يا حاج توحه. في عمليه كده في السريع عايز اتخلصها يا بكره يا بحر. واحد عرفني ومزعلني جامد. لا ما يصحش، يتقدم يا باشا.
السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب يا رب سامحني يا رب، ونور الطريق لاولادي يا رب، وافتح في وشهم الابواب ونور لهم طريقهم يا رب. يا رب انا ماليش غيرك يا رب، رجع لي ابني يا رب، رجعه لي يا رب. ايه ده؟ ده عيل الجراندي ولا ايه ده؟ ده زنوري وبراء. نبتديها بقى. ماشي يا عطش ماشي. ياد يا ابن الكلب. يوم الفنوم تعبانه يا ابني مش نفسه. خش انت نام وانا هاخد بالي من سنوري. ياخد كده كده يا واد كده. سنوري صحيت ابوك؟ لا يا ام، انا الحمد لله ان انا صحيت، عشان يعني كنت عايز يعني ادخل حمام بقى. يلا. ادي العرايس اللي طلبتوها، عملتها لكم بايدي. كل واحد فيكم عروسه ومكتوب عليها اسم. ادي عروستك يا شوقي حليم. وادي عروستك يا فطين. يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. انتم اهل خير يا ماما. اخويا شوي، انت جيت ازاي؟ قصدي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا اخويا. يا احنا كنا بندور عليك يا شوي. امك كان قلبها ينفطر عليك حبيبي. يا اخويا دي روحها هترجع لها تاني يا شوي. انا لازم اروح اقول لها، دي هتفرح قوي قوي قوي. يما اما اخويا شوي رجع. يما 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 فين يا يما؟ يما تعالي يما. اخويا وتوأمي شوي رجع يما بالسلامه. ابني النبي يا رب كنت عارفه. حضن أمك يا بنات. تعال يا عيني، تعال في حضني. وحشتني قوي، وحشتني قوي يا بنات. بره النور اللي جوه في قلبي من بعدك عني يا بنات. عامل ايه يا ضنايا؟ انت كويس؟ بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ انا عارفه انك اتعذبت كتير يا ضنايا. كنت بحس فيك وبسمع صوتك وانت بتنادي عليا بتقولي انتي فين يا امي. حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني. النهارده بس ابوك ارتاح في تربته، بس الحمد لله ربنا رجعك لينا بالسلامة ومش هيفارقنا أبدا.
بتحاسبنا تاني يا شوقي مش كده؟ كفاية بقى. في ايه يا شوقي يا ابني؟ انا مش شوقي، انا مش الحاوي. مالك يا ابني في ايه؟ انا مش ابنك، انا ابن شوارع. والله يا ابني ما كان بايدي، كله مقدر ومكتوب. والمقدر والمكتوب ده هو اللي جابني هنا. انتوا عارفين انا جاي هنا ليه؟ انسى يا اخويا اللي فات. اللي فات عمره ما يتنسي طول ما انا عايش. بس احنا محتاجين لك يا ابني. انا لما كنت محتاج لكم لقيتكوش. هي كلمه واحده، انا جاي احذرك، ابعد عن صفوه نصار. ابني 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 ابني. يعني ايه؟ اخوك ضاع مننا تاني؟ ده انا ما صدقت شفته بعيني وخدته في حضني. ولا يكونش ده كان حلم يا ابني؟ لا يا ماما مش حلم، هو اخويا رجع فعلا تاني، بس في حاجه هي اللي خليته يمشي. يعني ايه؟ مش هنشوفه تاني يا فاطين؟ لا يا ماما هنشوفه. هنشوفه ازاي بس؟ هو ساب لك عنوانه ولا حتى نمر تليفونه؟ هو انا لحقت يا ماما. امال هنوصله ازاي بس يا ابني؟ والله مش عارف، بس اكيد ان شاء الله هلاقي طريقه. ايه ده؟ والنعمه معرفتك. بس باشا الله يسهل له، امبارح مع دنيا والنهارده مع اثنين حريم، كترت ولعبت معاك قوي يا حاوي. ده انت مش حاوي بس، ده انت مخاوي. بقول لك احترم نفسك يا احترم نفسك. ماشي يا مشو يا حاوي. خلاص اطمني يا امه، انا عرفت انا هوصل له ازاي. بجد يا فاطين؟ ايوه يا امه بجد، ما تقلقيش انا هجيبه لك لحد هنا. وريني كده قمر يا ناس. ده انت اللي قمر يا ابله دنيا. ابله دنيا؟ بلاش ابله دي، خليها دنيا وبس. طب ايه رايك اقولك يا دودو؟ دودو دودو شغال برضه. ده عم جمعه السواق وصل اهو، يلا بينا بسرعه على المدرسه وعلى مهلك وانت نازلة على السلم. ماشي؟ ماشي. يلا يا روحي. الحمد لله على السلامة يا أستاذ، جاي لنا وش الصبح. على العموم لما أرجع من المدرسة ليا كلام تاني معاك. قوية. صباح الخير يا ميشا. يا تروح المدرسة ازاي لوحدها؟ ما انا اتفقت مع عم جمعة سواق الميكروباص يعدي ياخدها من هنا. ميشو مالك يا ميشو؟ تعبان تعبان قوي. مالك يا ميشو؟ فضفض يا اخويا عشان ترتاح. فضلت طول عمري بحلم بالبيت اللي اتولدت فيه، يوم لقيته هربت منه مش عارف ليه. بيت؟ بيت ايه مش متفهم؟ الظاهر انه انكتب على اللي زي انهم يعيشوا في الشارع ويموتوا في الشارع من غير لا اهل ولا بيت ولا ناس تحبه. ايه ده يا ميشو؟ انت بتعيط؟ أول مرة أحس إني غريب في الدنيا دي، حتى وأنا وسط أهلي. أهلك؟ أنت عطلت في أهلك؟ يوم ما لقيتهم بعدت عنهم، وقلبي اللي ما تحملش فرحة لواهم ولا مات، الدنيا لسه بتحكم عليا. إيه بس الكلام ده يا ميشو؟ وحياة حبيبك النبي ما تعمل في نفسك كده. يلا خش استريح جوه، انت باين عليك التعب قوي. مفيش راحه يا دنيا، خلاص الراحه في الموت.
والموت ما بيجيش. بعد الشر عليك يا ميشو. استهدى بالله وربك كبير وما بينساش حد. قوم يا اخويا قوم واستريح جوه. النبي يا رب تسترها علي ده غلبان. أرجوك ما تقلقش يا فندم. لا كل الكلام اللي اتقال في المحكمة ده شغل محامين. اطمن يا فندم أنا هخلص الموضوع من غير أي شوشرة. عارف يا فندم عارف. حمدي تعال لي. تحت امر سعادتك سعاده الباشا. ميشو ما اتصلش؟ لا يا باشا للاسف ما اتصلش. انت كلمته امبارح زي ما قلت لك واكدت عليه؟ طبعا يا باشا اكدت عليه وقال انه هينفذ. ما نفذش يا حمدي ما نفذش. كلهم بيكلموني والناس سنه عليا. سعادتك تامرني بايه؟ كلمه. حاضر. ما بيردش. يبقى تغطس وتجيبهولي من تحت الارض. تحت امر سعادتك يا باشا. ما تتحرك يا حمدي. حاضر تحت امرك. حمدي. امر سعادتك. اوعى ترجع من غيره. صبري يا صبري اين انت يا صاحب القلم الحر في الزمن المر؟ ها اين انت يا صديق الكفاح؟ ما شفتكش النهارده يا صبري في المحكمه وما شفتش اخوك فطين وهو بيجلجل. ده انت لازم تكتب عني مقاله وتحطها عندك في الصفحه الاولى. يا صبري انت في الحمام ولا ايه؟ اشوف وشك بخير يا فطين. اشوف وشك بخير. انت مسافر ولا ايه؟ مسافر. خفت منهم وسلمت بدري يا صبري. ملوش لزوم الكلام ده يا فطين. لا له لزوم لان انت صبري اخويا وصاحبي وحبيبي. ما تخافش وما تقلقش من النهارده يا رمز الحقيقه. من النهارده ما حدش هيقدر يقف قصادنا ويقف قصادك يا صاحب القلم الحر طول ما احنا ايد واحده قوه واحده ضد سيف الظلم والطغيان صفوه نصار هذا الفاسد. مفيش دليل على انه فاسد يا فطين. خلاص يا صبري ما انت ما شفتنيش النهارده وانا بجلجل في المحكمه. الدليل كان معايا وقدمته ومن بكره هتتفتح كل الملفات في النيابه ودرغام ورجالته زي ما خرجوا بالقانون هيدخلوا تاني هما وراس الافعى صفوه نصار وبالقانون. لسه حكم المحكمه يا فطين. وحكم المحكمه هو عنوان الحقيقه اللي هتشرق على هذا البلد بعد ما نرجع ارضنا المنهوبه. يا صبري انا عايزك تتفائل وتضحك. انا متفائل متفائل جدا يا فطين بس يعني مفيش داعي اننا نرمي الناس بالباطل. اشوف وشك بخير يا فطين. استنى يا صبري استنى. تروح فين بالظبط يا صبري؟ انا شامم ريحه مش ولا بد كده. جبت البدله دي منين يا صبري؟ بفلوسي. انا بعت المكتب. المكتب ما يجيبش 200 جنيه يا معفن يا رمامه والشقه متاجره. انت جبت البدله دي منين؟ انا اتعينت في جرنان كبير في مصر ومرتبي كمان هيكون كبير. يبقى صفوت نصار قدر يشتريك يا صبري. بعت القضيه؟ بعت قلمك الحر؟ قصدي اللي كان حر؟ ايوه اشتراني يا فطين اشتراني. خلاص ارتحت. مش احسن ما اضيع حياتي وانا لسه في عز شبابي. يا صاحب القضية والعدل ودولة القانون والعدالة المنتظرة. وليك نفسي تتكلم يا خاين الكلمة والقضية؟ اطلع بره يا صبري. مش عايز اشوف وشك تاني. بره. استنى يا صبري. متخافش
القلم ده بتاعي، كنت واخده في مؤتمر كان بيكرمني. خساره فيك، انت ما تستحقش اي حاجه يا صبري. برا صبري، برا. استنى، كان في 35 جنيه كنت مسلفهم لك، وقميص اخضر كرومبي كنت مديهولك يوم افتتاح هذه الجريده، فاكر يا صبري؟ فاكر الجورنال؟ اول ما تنزل مصر تبعتهم لي. خساره فيك. برا برا برا. استنى يا كلب. كل اللي اقدر اقوله لك يا صبري واقدر اقوله للخاين اللي باع القضيه زيك، واعلمه للعيال من بعدك ان لو الكل خان وباع القضيه زيك يبقى كما قال الشاعر: همشي ويا الشحاتين وابكي على حلم اللي تاه، بس مش هشحت رغيف، هشحت وطن لله. برا يا صبري. يلا بقى احكي لي، عملتي ايه النهارده في المدرسه؟ النهارده كان عيد ميلاد ميار صاحبتي، وباباها ومامتها جم وجابوا لها تورته كبيره وعملوا عيد ميلادها في المدرسه. الله، طب انا كان لازم اكون موجود عشان اكل من التورته الحلوه دي. ما انا عملت حسابي وجبت لك الشوكولاتايه دي. الله يا حبيبي جدو. طيب نقسمها اتنين بقى، انا نص وانت نص. بس دي بتاعتك يا جدو فتحي، انا كلت بتاعتي في المدرسه. هو جدو توفيق هيخرج امتى من المستشفى بقى؟ هيخرج يا حبيبتي ان شاء الله. بس انت بقى عايزاه يخرج ليه؟ اول حاجه عشان وحشني قوي، وتاني حاجه عشان لما يخرج من المستشفى يجيب لي تورته كبيره ونعمل عيد ميلادي في المدرسه زي ميار. بس كده؟ انا بنفسي هجيب لك تورتايه كبيره جدا وهاجي معاكي لغايه المدرسه ونعمل عيد الميلاد. بس ازاي يا جدو هتنزل على السلم وحضرتك كده؟ دي حاجه سهله قوي يا ستي، همسك الترابزين وانزل واحده واحده، وما قدرتش هخلي ابلا دنيا تجيب لي اتنين يشيلوني وينزلوني لغايه تحت. مبسوطه يا ستي؟ مبسوطه قوي يا جدو. صباح الخير. صباح الخير. هو ميشو ساكن هنا؟ ايوه يا ابني. في حاجه؟ لا بسيطه، عايزينه في شغل. روح شوفيه كده في الاوضه، لو لقيتيه قولي له في ناس عايزينك. حاضر يا جدو فتحي. اتفضلوا يا ابني، تشرب شاي. يا ميشو في ايه؟ اصحى، في ناس عايزينك كبار. كم واحد؟ ثلاثة. خليكي هنا ما تتحركيش. حاضر. اتفضل يا حمد باشا. ازيك يا ميشو؟ خير. صفوت باشا عايزك. طب اسبقني وانا اجي وراك. لا لا لا، ما ينفعش، تعالى معايا احنا نتحرك مع بعض. طب انزل استناني تحت وانا هغير هدومي وانزل. ما تتاخرش عليا يا ميشو، بسرعه. حاجة يا ميشو؟ خير يا عم فتحي، خير، ما تقلقش، ده شغل.